السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم بصحة جيدة وانا مزيانة ان شاء الله. المهم كيف نتوما؟ بعدا كلشي بخير. اليوم معايا واحد الضيف من مدينة القنيطرة، نعرفكم على بابلو اكسوبار ياك سميتو. المهم هذا بابلو، هذا هو الكلب ديال عمر المستري، راهم جايين ضياف عندي ان شاء الله. يعجبكم الفيديوهات اللي غادي ننزلوها اليومين، راجل عندي عمر مصورين شي فيديوهات مزيونين ان شاء الله، دابا نزلهم لك. دابا مبدئيا بغيت نصور لكم شي فريخات ديال المارينوا، اليوم عملت هذا الفيديو هذا. اي سكوت. شي فروخه ديال الشر، شرارين قباحين، المهم بلا ما نقول لكم شي حاجه شربونيه زوينه، نصور لكم تشوفوها. المهم دابا معايا هنايا بابلو، وكاين بوتشي بوتشي دابا راه هو مول الدار، ها هو هنايا، راه بلا ما نقول لكم شنو واقع له بالغيره دابا مع بابلو، ملي كيشوفو معايا راه كيغير عليه بزاف. المهم خليكم معايا، غادي نوريكم مالينوات وتشوفوا كيفاش دايرين. المهم اخوتي كيف ما شفتوا هنايا عندنا لاكي الكلب الضيف، ها هو راه بدا كيولف معنا شي شويه. بابلو اسكوبار هنايا. دابا نشوفوا الوحوش المالينوا، الوحوش الشربونيه، شي حاجه الشر كتعرف، كما بغيت غير ندخل نعمل لهم ياكلو كتعرف رجلي كامله نجروها عليه، شي حاجه شريره، شي حاجه بلا ما نقول لكم شربونيه. اللهم بارك، نتوما كتعرفوا السلعه ديال عمر المستاري كيفاش كتكون. بونشيان نحاولوا نديروا لهم البودانه ونشوفوا كيفاش غادي يتعاملوا معاها وندخل معاهم للداخل. خليكم معنا. المهم اخوتي كيف ما شفتوا انا دخلت معاهم، بالحق علاش دخلت معاهم؟ حيت لقيتوني راني درت لهم البودانه، حيت كون ما كانتش البودانه كيبقاو يعضوا فيا انا. المهم دابا لقيتوني راه اول مره غادي نشوف هاد الكليبات، كي وصلوا دخلتهم لهنايا، دابا غادي نقلبهم واحد واحد، ما عارف شحال هنا الكوره، شحال ديال النتوات، شو تيعرفني الحرام. المهم نحاول نوريهم لكم واحد واحد. هانتوما كيف ما كتشوفوا اخوتي، شي حاجه مسمومه، ها هي تشربينه، ها هو شربوني هذا الذكر، لودينات رقاقين بحال الورقه، الوجه شربوني. المهم ديك الشيء بلا ما نقول لكم يا سلام. عندنا هذا الذكر اخر عاوتاني تشربينه كيف ما كتشوفوها، لودينات رقاقين. المهم اش غادي نقول لكم؟ شي حاجه يا سلام. هذا تا هو الذكر، ما كاين حتى شي نتوا اخوتي، شوفوا شوفوا هذا هو الوعر ديالهم، شوف عنده هاد الضربه بيضاء هنايا، وشوفوا كيفاش الزغبه ديالو حمراء، عرفتي؟ وصعيب، هو الصعيب ديالهم كاع. خلعتهم. المهم اخوتي كيف ما كتشوفوا كليبات اللهم بارك روعه، شي حاجه زوينه انا بعدا عجبوني وعجبوني بزاف. هاد البودانه غادي نعلقها لهم هنايا، تخليها لهم هنايا يبقاو يتمشنو فيها ويعضوا فيها. المهم دابا خلعتهم، ملي تعاملت معاهم قاصح هسي يلا نيونا بالصداع، الصباح وانتم كتعضوا فينا وكتجرحوا فينا، مالنا ما نخافوش. المهم كيما قلت لكم اخوتي عمر المستاري راجع عندي ضيف اليوم، راه عملنا لكم واحد الفيديو ان شاء الله كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، عملنا واحد الفيديو في البحر راه زويون، تسناوه هاد اليومين، نتوما كتعرفوا فيديو فيه المونتاج. كنشكر الاخ احمد اللي تطوع انه جا صورني وهو اللي مكلف لي بالمونتاج، كنشكرو بزاف، هو والابن ديالو عبد الرحمن، وكنقول لولدو ادم المره الجايه راه غادي نقول له يجيبك نتايا، يجيبك صحه، كنوجه لهم تحيه خاصه. المهم اخوتي كيف ما قلت لكم، كليبات هما ديسبونيبل، اللي خصو شي واحد مرحبا به. الثمن باقي ما عرفتش انا بيدي دابا الثمن اللي غنديرو لهم، تنشوف عمر شنو غادي يدير معايا ديك الساعه. المهم اللي خصو شي حاجه يتصل بيا ونعيطو لكم، راه ماشي غير بابلو بوحدو اللي جا ضيف، راه جات حتى
حتى كان الكورسو ديالو. المهم راه الغنيه على التعريف. ايه بوز سميت. ايه كيف ما قلت لكم راه الضيفه الاخرى راه جات مع حتى طوكيو راه هنايا عندي في الدار راه الفوق مع الكليبات. الا بغيتوني نطلع نعمل لكم فيديو قولوها لي في لي كومونتير. نطلع نعمل لكم فيديو مع طوكيو ونزل لكم الفيديو ديالها حيت الفيديوهات دابا اللي درت دابا ولا ندير مع طوكيو الا بغيتو راه بلا مونتاج غادي ننزلهم عاديين كيف ما كتعرفوا الفيديوهات ديالي ديال دائما. غنحط واحد اليوم واحد غدا ان شاء الله. كنتمنى منكم مزيد من الدعم. المهم خليكم معنا نشوفوا كليبات اخر. المهم لقيتونا دابا مع لاكي. لاكي هو الضيف ديالنا كيف ما قلت لكم. السيده مولاتو سافرات وخلاتو عندي ولكن لقيت معاه مشكل. كلب اغريسيف بزاف بزاف ما بغاش كاع يولف معايا. المهم دابا هذا اليوم الثاني ديالو معايا ما بغاش. منين كنجي نقرب له كي اتاكيني المشكل ديالو. اش شوفوا كيفاش ما كيحملش كاع نقيسو. كنجي نقيسو كيتاتاكا عليا ولكن انا خصني ضروري يولف معايا باش نقابلو مزيان وندوش له. وراني كنقول غادي نضرب له شي تحسينه نحسن له ان شاء الله ولكن شوفوا كيفاش كيتعامل معايا. اش كلب اغريسيف اغريسيف بزاف بزاف ما كيخلينيش كاع نقيس فيه ما كيخلينيش كاع نقرب له. شتو كيفاش كيدير. والمشكل ديالو ماشي دابا منين كينبح عليك كيرجع اللور. المشكل ديالو هو انه منين كينبح عليك كيهجم عليك يعني ما كيخليلكش ديك الفرصه ديال انك تدخل عليه زعما باش تحاول تقمعو. ولكن انا راني كنسييس معاه وكنحاول نسييس معاه. ايه المهم ها نتوما كيف ما شفتوا الكلب لاكي الكلب الصغير الشرس المدلل. المهم جمع مجموعه ديال الصفات ان شاء الله. دابا نعمل له حصص ديالو وكنتمنى في اقرب وقت يكون ولف معايا ونعمل لكم ديك الساعه جي فيديو بانه راه مزيان معايا وكيقيسني وكيلعب معايا وكل شيء. ولكن ما كنبغيش نضغط عليه حيت الكلب الا ضغطتي عليه وهو يلا تفارق مع مولاتو يقدر يدخل في اكتئاب. وانا هادشي كامل كنتعامل معاه باش ما يدخلش في اكتئاب. المهم كما كتشوفوا كنخرجوا بالنهار كنربطوا هنايا باش كيبقى متسع وكيبقى مع بوتشي ومع الكليبات اخرين باش يقدر انه يثق فيا. وبالليل كندخلوا للبراكه وباش كينعس فيها. وادي ملي كيدخل البراكه عاد كياكل وكيشرب كيلقى راسو بوحديتو كياكل وكيشرب. المهم بالنهار ما كيبغيش ياكل لي حتى الليل منين كندخلوا عاد كياكل. ايه بابلو المهم شنو بالكم دابا واش نطلعوا نصوروا طوكيو. المهم الفيديو الجاي ان شاء الله تسناو طوكيو غادي نعمل لكم فيديو مع طوكيو عندي في السطح ومع كليبات ديالي ونشوفوا كيفاش غتكون ردات الفعل ديالها مع الكلاب اخرين. خليتكم على خير وبخير وكنتمنى منكم الدعم وتزيدوا الدعم والقناه شي شويه. الى اللقاء تلقى